السلام عليكم، معكم قناة إبداعات مغربية. اليوم إن شاء الله غنحضروا الجداد اللي كيجي في المناسبات. عندي هنايا أربعة جدادات منقيين، باقا ما رقدتهم شي عاد عرقدهم. إن شاء الله كنحتاج نترقد جوج د الليمونات، سكنجبير خضر، الملح والخل. على بركة الله. كنقطعو الليمون، القشور ديالو كلشي كنعملو في مويناكس يتطحن. هاد السكنجبير نقيتو تاهو غنقطعو وغنطحنو مع الليمون والملاح. هاد الخلطه هادي فيما كاين شي زفوريه ديال الجداد ما كتبقاش بصفه نهائيه. نص معلقه كبيره ديال الملاح، انا ما نزيد الملاح ماشي مشكل. بالنسبه للخل يمكن لكم تعملوا واحد النص ديال الكاس. صافي كنطحنوا الخل ديالنا باش نرقدوا فيه الجداد. كنكبو ديك القالب على الجداد باش نبقي كنزيدو. كنخليوهم يترقدو هيدا واحد ساعة المقالة، من بعد عاد كنزولوهم. ديك الكبادي والجنحين والعنق حتى هما كنعملو مترقدو مع الجداد. صافي ندوزو نوريكم العطرية اللي غنستعملو. بالنسبة لقمة ديال الجداد كنحتاجو البصلة، أنا خصات البصلة بلدية. تما يمكنكم تعملو أي بصل، خمسة ديال السنينات ديال التوم، قزبر ومعدنوس، كاس د الزيت ما بين الزيت البلدية وزيت بيطة، سيبيسة، قعقلة واليانسون. عندي ضمان ديال الزعفران، شويه ديال الحمراء باش كتعطينا الكولور، شويه ديال السوداني، سكنجبير، الخرقوم خلط عندي مع الابزار، العواد ديال القرفه، لقمه ديال الجداد يمكن لكم تجيوها مع اي عطر، ملح والسمن. البصله غنحك النص ديالها والنص غنشلطو. الثومه غادي ندقها هي والربع، اولا الا عندكم ولينديس يمكن لكم طحنوهم. بالنسبه للسيبيسه وليانسون وقعقلة كنعملو فوق بوطا يسخنو شديدو فشي مقيلة عاد كندقو باش كيسهل ليا الدق ديالهم، أولا كطحنو في مولينيكس تاهوما. تاهوما غادي نطحنا هي واللب ديال الليمون المرقد. كنجيبو الليمون كنقسمو، عندي هنايا جوج ليمونات لي فتحتهم على جوج، خويت لهم الداخل ديالهم غنطحنو مع التاهوما وهادو غنخليهم يتزين. كنسخنو غير شويه واش كيبغيو يعني كتبغي تدقو ولا تطحنو يجيوك ساهل. كنسخنو بالنسبه للجداد قزت عليه ساعه ديال المكانه، دابا غادي نغسلوه باش نشرملوه. غسلوه لانه يقطر واحد شويه دابا نبداو نشرملو على بركه الله. نبداو نخلطو العطريه ديالنا، الجداد غسلناه عملناه يقطر. ديك الضامه ديال البنه ديال الزعفران كنعملها في الماتشيخ الى بغيت نخلط القمه ديالي ونرجع لها. الربيع، البصله محكوكه، الثومه والداخل ديال الليمون المعقد، سيبيسه قاقله،
حالكم. بالنسبة للسمن حنعمل نص وخلي النص. العطرية ديالنا كنعملوها كاملة مع دق قرفة كنخليوها هذيك ما كنعملوهاش. الزيت كنعملو نص دكاس، نص دكاس كنخليوه حتى الاخر. بسم الله على بركة الله كنخلطو العطرية مع بعضيتها صافي. كنزيد ديك الكاس ديال الزعفران من بعد ما داب. نبداو نشغلو الجداد ديالنا. بسم الله على بركة الله نبداو نشغلو الجداد ديالنا. كتكون ما بين الفخده واحد الخوا حتى هو ندخلو له الشالوله باش كيجي الجداد ديالنا جديد. انا كنعرف تاخر مع عند واحد الجزار جبرتو تاليلو جداد، مشيت عند جزار اخر قطع عليه جداد شندلو، ولهذا غادي نضطر انني نشدهم بالشرويطه واحد الخيط بحال هيدا صافي. كنشدو على رجله. عندي واحد النجره بحال هيدا كبيره ننزل فيها يدخلوا الشرموله. ما تخافوش كل ما شرملتو جداد كل ما كيجي جديد. ديك القناصين كبعدي شرملو هادوك غنطيبهم بوحديتهم. بالنسبه للعناق والجنحين غادي نشرملوهم نحطوهم مع الجداد. من بعد ما سالينا شطفنا شويه ديال الشرميله شرملو هاد الجداد صافي جبناهم. بالنسبه للمرق من القدر الكافي. انا مرقتني ديك البرنجان شربت فيها مرقت صافي بركه. انا ما استعملتش الفرن، طيبت البوطه ديالي عاديه. نزيدو ديك الوريق ديك العواد ديال القرفه السمن والبصله اللي بقات لنا مشلطه حتى هي كنزيدوها من فوق. صافي ونغطيو الطنجره ديالنا. انا الجداد هنايا عملته على طهرو غنخليه يطيب واحد شتيتو غنقلبو على صدرو لان الصدر كيتعطل في الطياب. ونزيدو الزيت اللي بقى صافي. قيصه كبيده خليناهم في هذه الكبيمله صغيره كسر على الطيب. من بعد ما يطيبو نقطعوهم صافي. من بعد ما طاب شتيتو طهرو نجيب واحد المغرس كنتقبل الصدر هيدا باش يطيب ويدخلو الطياب دغيان. ومن بعد كنقلبوه.
صافي كنخليوه عاوتاني يطيب من جهه اخرى. كنطلعو على الجداد ديالنا مره مره وكنقيسو المرقه بلاتي تنسقيهم شويه. المرق هي هذاك صافي نخليهم يطيبو 10 دقائق ونطفيو عليهم تقريبا راهم واجدين. صافي الجد ديالنا طايب غادي نزولو ان شاء الله نعملو يتسقطر ونخلي ديك المريقه حتى تشرب شويه. صافي كنخليو الجد ديالنا يقطر مزيان من المرقة عاد كنقليوهم. المرقة ديالنا ها هي بركة ليها. صافي نطفيو عليها بوطة ونصفيوها. الجد ديالنا القنصة هما كيطيبو صافي ملي يطيبو نقطعو ونزيد عليهم شوية ديال الزيتون مقطع. صافي الجد ديالنا القنصة طابت غادي نزولوها بواحد الشويكة القطار باش مزالو نقطعوها في البوطة. صافي كنخليوها يقطر من المرقة ومن بعد كنقطعوه حتى يبرد. صافي الكبدة ديالنا قطعناها هي وقرصة من بعد ما بردت كنعملو معاها الزيتون مقطع وكنعملو لها شويه المريقه ونرجعوها في الطاجين تطيب شويه. من بعد ما غلات المريقه ديالنا نحط الكبده والكنيسه ومن بعد كنطيحو الزيتون كنخليو مغلاو اي غاليه ولا جوج وكنطفيو عليهم الزيت مع بين الفصول ومقطع حتى هو من الماء. صافي من بعد ما غلا الكبده مع ديك الزيتون واحد 5 دقائق غنطفي عليها بوطه. بركة الله الزيت ديالنا بدا كيسخن نحطو جداد. بسم الله الجداد ديالنا سليناهم بعد ما سلينا متحمر. دابا ان شاء الله غادي نعملو في الطبسيل وغادي نمرق ونزوقو. كنزولو ديك الخيط اللي كنا عملنا من قبل في الموس. كنعملو ديك الكبدة ديالنا مع الزيتون. المريقة اللي شحناها كنعملو شوية. صافي الجداد ديالنا سالينا عوضتو الطبسيل وعملتو الزيتون ديالو. بالنسبة للزويق مثل الليمونة فيها الحر زوقتها الكبيدة والزيتون وطريفة الليمون. كنتمنى إلا عجبكم الفيديو ديالي تعملو جيب تبارطاجيو مع الأصدقاء وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصل لكم الجديد. شكرا.